في سؤال لكم مشاهدي الكرام، وجهنا لكم سؤال وكان في تداول كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في وسم برنامج أخباركم، قلنا وش هي المعايير التي تجعلها لاختيار صديقك. تنوعت الآراء بين الناس اللي قال والله يهمني أخلاقه، بين الناس اللي يهمني فلوسه، تنوعت الآراء. لكن خلونا وياكم نطلع ونشوف الناس في الشارع إيش كان رأيهم مع زميلنا إبراهيم النجاشي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله من جديد في فقرة سؤال لكم. أكيد إن كل واحد عنده صديق، وسؤالنا اليوم وش معاييرك لاختيار صديقك؟ فلذلك خلونا نشوف إجابات الناس على هذا السؤال. بالنسبة للصديق يكون الوفي الصادق اللي دائما يكون معك بالضيق، هذا اللي يكون الصديق فعلا. والله صديقك الكفو اللي يقف معك وقت الشدة، واللي ما يعني يقف معك يعني وقت الرخاء والشدة. وأغلب معيار صراحة بتعرف صديقك في السفر، دائما في السفر أنت تقدر تعرف صديقك. فالحمد لله حين جاي من عمان إلى الرياض عرفنا أصدقائنا في السفر، وعرفنا الصديق اللي هو الصديق الزين من الصديق الشين. فالحمد لله رب العالمين، الصديق أهم شيء تعرفه في السفر مثل ما يقولون. لكن في زمننا هذا نادر تحصل الصديق اللي يوقف معك في الشدة، واللي يوقف معك في الأمور الصعبة. والمواقف تحكم والأيام تبين على قولتهم. الوفاء مرة مهم بالنسبة لي الصراحة. مثلا صديق الكفو اللي وقت الأزمات يكون معك، مثلا إذا صار لك موقف ولا شيء يكون معك، اشياء جربناها احنا يعني. اللي اذا احتجت في زنقه، تحتاج فلوس، احتجت لفزعه، ما يقول لك لا، يقدم معك ويقول رح جنبك محزم مليون. اللي يرشدك لعمل الخير، اللي ينصحك عنده اللي هو مواقف السيئه، اللي يخبرك عن الخطا وهيش الصح وهيش الغلط. حقيقة تنوعت الآراء، وأعتقد أنه يعني كان في بعض من الشباب بيقول أنه إذا كان يسلفني وقت اللزوم هذا أفضل صديق. خلونا نقرأ مشاركاتكم في وسم البرنامج. فيصل في وسم برنامج أخباركم يقول: وجود عدد من الأهداف المشتركة والاشتراك في نفس القيم والسعي للرقي والصفات السامية من أهم معايير اختيار الصديق. عبد الله بن عمر يقول: أن يكون وفيا معي. طبعا تختلف حقيقة، أتوقع أنه مقدار ومعيار الوفاء من شخص إلى آخر. ابن هويم اللي يقول الصدق والإخلاص، ويصير خويا ما يخلي خوية. أيضا سعود يقول أنه يكون بجانبي وقت الحاجة، يعني وهذه أعتقد من المعايير الكبيرة، أنه دائما يقول لك الناس الصديق وقت الضيق، الصديق ما تعرف إلا وقت الشدائد. لكن بغض النظر عن هذا كله، هل اليوم يوجد لديك صديق يحمل على الأقل هدف أو صفة واحدة من هذه الصفات اللي أنت تأمل فيها، ولا الناس مضطربة علاقاتهم بأصدقائهم؟ هذا سؤال يستحق المناقشة ويستحق الحوار، إن شاء الله نطرحه في وقت لاحق.